من استديو 71 ضيفنا اليوم معالي الدكتور أحمد بلهول وزير التعليم العالي والمهارات المتقدمة. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا بك. بداية، ما هي المهارات المتقدمة في حكومة الإمارات؟ طبعا حكومة الإمارات هي حكومة المستقبل، فلما نتكلم عن وظائف المستقبل لا شك التعليم مهم، ولكن أيضا المهارات مهمة. فإذا كانت المدرسة والجامعة تعطي الطالب أو الطالبة معلومة، إن كانت هندسة أو إدارة أعمال، هنالك أيضا مهارات مطلوبة. يعني ممكن واحد يكون مهندس ومبدع في نفس الوقت، فالإبداع هي مهارة. ممكن شخص يكون مثلا في الإعلام ولكن عنده تفكير نقدي. فحبينا إحنا ناخذ الوجهين للعملة الوحدة، إن نخرج طلبة متعلمين وعندهم مهارات تساعدهم في المستقبل. معاليك، لدينا في حكومة الإمارات 3 وزراء يديرون ملف التعليم. نعم. لماذا؟ لأهمية وثقل هذه الوزارة عين فيها 3 وزراء، العمل معهم جدا ممتع. كل وزير وكل وزيرة له إضافة نوعية، فالحمد لله أعتقد في النهاية المستفيدين هم الطلبة اللي إن شاء الله بيملون الرأي إلى المستقبل. الناس ما قلت معاليك ملف أساسي وملف رئيسي، شو كان شعورك لما تم تكليفك وتعيينك في هذا المنصب؟ طبعا شعور بالفخر لا يوصف. أنا ما بتكلم عن جانب الخاص، طبعا دموع من الفرح وفخر، ولكن بتكلم عن في العمل. مثل ما تعرفين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حقيقة فاجأ العالم في القمة العالمية للحكومات في عام 2016، كان شهر 2 أعتقد، أول أسبوع أو ثاني أسبوع من شهر 2. ثاني يوم القمة سموه أعلن عن طريق تويتر بالتغييرات، يعني قال بيكون في دمج تعليم عام وعالي، دمج للتعاون الدولي والخارجية، وزير السعادة، وزير الشباب، لكن ما أعلن عن أي أسامي. فأثار شغف فينا كلنا يعني، بس أنا أبدا ما كنت متوقع أني أكون ضمن هذه القائمة، كنت من اللي يخمنون. فتم اختاري بشرف هذا المنصب اليوم اللي قبل الإعلان. فتخيلي أني أنا مطلوب مني أني ما أخبر حد، وأكتم الفرحة هذه وأستمر في العمل عادي. وأتذكر كان عندي اجتماع من الساعة 4 للساعة 5 مع وزير الاقتصاد الأسترالي ومع سفير الأسترالي، فأني أجلس معهم وأحط تليفوني على جنب. فخلال الاجتماع تليفوني قام يرن ويعطي مسجات وايدة، فأنا توقعت أن الخبر طلع، فحطيت على السات وخليت على صوت. كملنا، فقال لي تبغى تدعي المكالمة؟ قلت ما عليك، لأن انتبه أن وايد التليفون يرن، الناس طبعا الخبر انتشر. فقلت لا بكمل. كملت، فجأة يسمع صريخ الموظفين، طلع ينسمع في الغرفة. فقال لي الوزير ذكي، قال لي في شيء عندكم حاصل؟ قلت له في تشكيل وزاري جديد. قال هل أنت جزء من تشكيلها؟ قلت نعم. فمسكين وقف عريوله وسلم علي، قال لي أولا مبروك، وثانيا شكرا على الحرفية أنك أنت استمريت في الاجتماع هذا. ولحد الآن سفيرنا يقول أن هذا الوزير وما يسافر يقول فقط في الإمارات أدخل أجتمع برئيس تنفيذي وأطلع من عند وزير. معاليك، هناك في توجه عالمي للتوجه نحو التعليم العالي الحر اللي ما يركز فقط على العلوم بل أيضا على الآداب والعلوم الإنسانية، كيف ترى هذا النموذج حاليا؟ أنا أعتقد أن هذا النموذج فيه فرصة ذهبية. يمكن بحكم خلفيتي سابقا خريج هندسة اتصالات وكملت أيضا ماجستير ودكتوراه في نفس المجال، لكن مع خبرتي عملت في كذا جهة في كذا مجال، ازداد قناعة أن العلوم الإنسانية جدا مهمة، التفكير النقدي، الفلسفة جدا مهمة. فأعتقد في النهاية هو واجب على كل واحد حتى لو ما تخرج هو ما أخذ علوم إنسانية أن يحاول يقرأ من نفسه. أنا لحد الآن اليوم عندي كتب في السايكولوجي، وأخبر عندي أم خالد أنا ذات قاعد بدرس سايكولوجي من أول وجديد لأن حاب الشيء هذا. وعلى فكرة وأفضل علماء العلوم الإنسانية عندهم أساس علمي، فهي فرصة لا تفوت. وإن شاء الله إحنا في ملف التعليم العالي نحاول نشجع اللي ما يسمى بإنتردسيبلينري. صاحب السمو الشيخ محمد قائد يأثر في العاملين معه. نعم. هل لك موقف معه ألهمك وأثر فيك؟ مواقف كثيرة، يمكن ما بذكر موقفي مع صاحب السمو كوزير لأن كنا على مواقف كبيرة ومتأثرين بأسلوب القيادي في الحكومة. بذكر مثال لما كنت صغير، كنت في المدرسة
مستر راشد في نادي الشبا، وكان صاحب اسمه في زيارة. فزارنا صاحب اسمه الشيخ محمد، كان على يساري، أنا كنت جالس، وكنت أنا في مختبر تصميم التكنولوجيا أو ديزاين التكنولوجي، وكنت على الكمبيوتر مصمم شيء معين، وعندي طابعة ما كانت رثيتها بعد، كانت يعني وقتنا انجريفينج يعني تحفر. فسألني، أتوقعت أنه بيمشي وبيكمل، فسألني أخذ وعطى معاي. فتوقع تفاجأت من الاهتمام اللي أعطاني إياه، وبعدين لفت وانتبه على الله يرحمه كان الشيخ راشد بن محمد معه، وشيخ سمو الشيخ حمدان بن محمد، كانوا صغار وقتها، قال لهم أباكم تكونوا أحسن عن أحمد. فهذه الكلمة البسيطة يعني عطت أصحاب السمو نظر أنهم لازم يشدون حيلكم، وعطتني أنا أيضا فخر أن صاحب السمو حطني أنا كمثال لأنجالة يعني. فهذا الموقف كان في سن صغير، ولكن أعطاني على صغر عمري هاك الوقت أفهم صاحب السمو كيف نظرته، كيف يلهم الناس. لاحظنا معاليك أنك حريص دائما في سفراتك تلتقي بالطلبة المبتعثين، سواء لقاءات أو اجتماعات، شو سر هذا الاهتمام فيهم؟ لأني مريت في التجربة هذه اقتنعت قناعة تامة أن نجاح الطلبة في الابتعاث ما يقتصر فقط على القدرة الأكاديمية، ولكن أيضا على الجانب الاجتماعي. فأصبحت حريص وايد نمر عليهم، أن نعطيهم دافع معنوي، هو أيضا فرصة أن نعطيهم رسالة الإمارات، نعطيهم أخبار الإمارات، نشرح لهم شو الإمارات تسوي، فربطهم مع الوطن مهم، وإلهامهم أيضا مهم. دكتور أحمد بن هول، كيف يبدأ يومك، وشو الأشياء اللي تكون حريص أنك تسويها كل يوم؟ مع مرور الوقت اكتشفت أن اجتماعات أول الصبح غير مجدية، يعني ما خلي اجتماع قبل الساعة 9، ممكن الساعة 7:30 لين 9 بتشوفيني أطالع شو أنجزت اليوم اللي قبله، أشوف النوتس اللي عندي، ما زلت لحد الآن بعدني أكتب نوتس في التليفون، نقاط تزيد وتزيد لكن حاول أخلص منها. وفي يمكن شيء تعلمته على ثاني سنة من تولي يعني أو تكليفي بالمنصب هذا، أن مهما أكون مشغول، مهما أكون مرتبط، لازم أطلع له 5 دقائق أتصل في أم خالد، أو أتصل في الوالدة، أو أتصل في خالد في نفس المرات. لأن ساعات الواحد من كثر حبه للعمل والرسالة القوية هذه، ساعات ينسى حق ربعه أو أهله أو والدينا، فكثر ما أقدر يعني. لو مرة في الأسبوع أوصل عيالي، ساعات إذا صادف رحلة عمل يذكروني وصلني مرتين هالأسبوع، عوضنا وأحاول أعوضهم. مع جدولك المزدحم، شو هي الهوايات اللي تحرص على ممارستها؟ سؤال محرج لأن حقيقة في السابق لما كنت يعني أصغر أيام الجامعة، وكانت عندي هوايات عديدة، وكنت أحاول دائما أحافظ عليها. الآن مع ضغوطات العمل، يمكن خاصة في أول سنة مع سام الملف هذا، هواياتي قلت جدا، كنت مركز وايد على العمل. ولكن وصلت لمرحلة اكتشفت أن لا، أحمد خلاص ما تروم تخلي مخك كله في الشغل، لازم شوية تتوسع. فمن ضمن هواياتي أني أنا أحب أسير البحر. البحر حقيقة بالنسبة لي أنا هو المكان الوحيد اللي لو شو ما فيه أرتاح نفسيا. بعض الأحداث سواء كانت مهنية أو شخصية تأثر علينا وتغير نظرتنا للأمور بشكل عام، شو اللي تغير من بعد وفاة أخوك الكبير الله يرحمه؟ والله السؤال صعب شوية. أخوي محمد الله يرحمه كان قريب مني جدا، وفرق بيني وبينه 2 سنين. وفاته علمني أن مرات نحن ما نقدر الأشخاص لما هم موجودين بيننا، مع أن كانت علاقتي فيه حميمة، ولكن تحاول كثر ما تقدر أنك دائما تخلي علاقتك مع الناس دائما تكون على تواصل مهما الشغل. لما توفى الله يرحمه أنا كنت في أستراليا، كنت خارج الدولة، ولكن سبحان الله من رب العالمين، الله راد لأني أنا كنت حاجز تذكرتي للرجعة، وتعرفين أستراليا 16 ساعة، وخلال رجعتي أنا صار الحادث. كان وقتها في يعمل في مشروع دولفن، ها الله قدرني، لحقت على جنازته، لحقت أني أغسل، لحقت أني هذا. فمن بعدها اتخذت قرار أن مهما تتباعد المسافات، مهما ننشغل، دائما نكون على اتصال. وهذا أحد الأسباب اللي خليني حتى في حياتي اليومية لازم أكرس وقت معين أكلم ناس أشخاص عزيزين علي. شكرا معاليك على وجودك معنا اليوم في استديو 71. الله يعافيك، شكرا. الصحة والعافية.